مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا في هذه السهرة الرمضانية الشيقة لتجمعنا واياكم. هي سهرة طيبة فيها كل الوصال، فيها كل المحبة والمشاعر الصادقة. إذا قلنا مشاهدينا قلنا أسرار الماضي الجزء الأول، نقول الجزء الثاني، وإذا قلنا هذا رمضان راح نقول حب في قفص الاتهام. وكما تعرفوا كل سهرة رمضانية في برنامج لمة رمضان نحاول أن نجوم أي دراما تدخل بيوتنا تكونوا عندنا في هذه اللمة الجميلة. إذا نقولكم راح نتلاقاو بنجوم هذه الدراما والسلسلة اللي تدخل بيوتنا يوميا بعد الجينيريك. تفضلوا. سهرة موبيليس ما تحلى غير مع العائلة والأحباب. موبيليس تجمعكم في لمة رمضان. موبيليس أينما كنتم. إذن مسي الخير عليكم، سهرة جميلة وطيبة تجمعنا وإياكم في شهر الخير رمضان الخير مع نجوم دراما الجزائرية اللي يشرفونا طيلة أيام وسهرات رمضان في برنامج لمة رمضان. إذا قلنا أسرار الماضي الجزء الأول والجزء الثاني، والآن نقول حب في قفص الاتهام. مخرج هذه السلسلة الدرامية رو حاضر معنا، ونجم من نجوم هذه السلسلة الدرامية هو كذلك رو حاضر معنا. يلا أستاذ بشير تلامي، صحة فطورك ورمضان كريم، تفضل. لاباس؟ لاباس. مرحبا بك يا سيدي. الحمد لله. بخير؟ بخير. الحمد لله، تفضل بشير. ونجم من نجوم هذه السلسلة هو فؤاد اللي تقمص هذه الشخصية، ولكن الاسم الحقيقي نتاعه هو بن محمد زكريا. زكريا، رمضان كريم وصحة فطورك. صحة فطورك. لاباس؟ بخير؟ مليح؟ لاباس الحمد لله. تفضل. يسلمك. إذا أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، صحة فطوركم ورمضان كريم للجميع. الشباب يسلمك. إذا أنا كما قلت أستاذ بشير سلامي بن محمد زكريا، لكم من متتبعي يعني هذه السلسلة اللي هو برنامج لمة رمضان، أنه في كل سهرة رمضانية يكونوا نجوم الدراما اللي دخلت بيوتنا طيلة هذا الشهر الفضيل. واليوم حندوركم يا سيدي حتى نتعرفوا على جنود الخفاء اللي هم الأستاذ بشير سلامي المخرج هذه السلسلة الدرامية اللي راهي تدخل بيوتنا، وكذلك النجم الصاعد بن محمد زكريا. إذا تشرفونا بهذه السويعة اللي تجمعنا وإياكم. يبارك لنا. يسلمك. إذا بشير سلامي مش أول مرة يدخل التلفزيون الجزائري في شهر رمضان بالدراما، يعني تعمل هكا ضجة وعندها ديزيكو ما شاء الله، يعني نحسوا فيها إتقان وفيها عمل متكامل، عمل ديكيب، هكذا أستاذ مي. بشير سلامي. سان ترافاي ديكيب صح. نعم، لو نحكيو شوية بعد المقتطفات، ولا نقولوا قبل ما نشوفوا المقتطفات نقولوا شوية كلام على هذه السلسلة، نتكلموا عليها باختصار. شوفي انا بالك انا سي ان افونتاج ليا ان نتعامل مع يعني مباشره مع التلفزيون الجزائريه، وقدموا لي كاع الامكانيات، كانت عندي فرقه في المستوى صح. وكذلك ولا نتكلموا على الادوار والممثلين اللي كانوا يعني في كل مره كيفاش يتم اقتنائهم استاذ بشير سلامي؟ انا ماذا بيا في كل عمل تاعي نكتشف يعني وجوه جديدة. كان لي فرصة، كنت تعاملت ديجا مع زكريا بن محمد وشفت بلي عنده قدرات في أسرار الماضي الجزء الثاني. في الجزء الثاني يعني كان حاضر معك، وعاودت عطيت له الدور اللي يناسبه بزاف، وشفت بلي عنده قوه في يعني في التمثيل. التمثيل وما شفتش ما خير منه، هذه شهاده تعتز بها. نولو ليك زكريا بعد ما نشوفوا هذه المقتطفات لهذه السلسله الدراميه اللي تدخل بيوتنا يوميا، هي حب في قفص الاتهام. تفضلوا. انا كان يمكن اللي خطبني ما كلش على بالي بلي راح يديرها. ايوا كان لازم نروح نقولو بلي انا شايفاتو كي خويا هنايا.
ماشي كيما لهي. هنايا عندنا الحرمة ديالنا وما لازمش نتعداو عليها. ولكن دوكا أنا مانيش حابة نسوش. علاش بنتي؟ خيري مش يخصو. بنت سوش بيه بابا. غير هو اللي تتزوجي بيه. منحبوش. مقدرش نسوش بيه. شو راكي ديري في بيتي؟ جيت ندي ما فيست. ماما كيخصت الحوايج حطيتها هنا. قدرك ربي وراكي تكذبي عليها. سونيا هذه أختك. أختك. علاش تكرهيها؟ فيها انا ما كانش يا سعاد قاعده معنا راكي في دارك. ما قدرتش خلاص ما قدرتش. احنا نطلع بعدين يما بعدين نقول لك تحياتك زي ما تخليش واحد امشي يا سعاد. بابا شبيه يا ياسمين شبيها؟ ما تقول لك شبيها؟ حاضر تكلمي. بعدي زينب. زينب يا رب زينب. جرحتني قتلتني وغفرت لك أسويتك. إذن كانت هاد بعض المقتطفات لهذه السلسلة الدرامية اللي راهي تدخل بيوتنا يوميا اللي هي حب في قفص الاتهام. المخرج الأستاذ بشير سلامي راهو حاضر معنا، ونجم من نجوم هذه السلسلة الدرامية راهو حاضر معنا اللي هو الفنان بن محمد زكريا. زكريا هو ثاني عمل يجمعك مع الأستاذ بشير سلامي بعد ما تقمصت شخصية كذلك تشبه شوية لهذه الشخصية معه في أسرار الماضي الجزء الثاني. عاودوا نادوا لك وهذا الشيء يفرح، يعني دليل أنه راك عملت مليح وين لحقوا وين يستحقوك في سلسلة أخرى. زكريا بريميرمون سا ما في بليزيور اني نخدم افيك بشير سلامي pour la deuxième fois et j'espère ça sera pas la dernière fois parce que vraiment مخرج كبير بزاف وتعلمت من عنده بزاف حوايج باسكو انا في الديبي بديت معاه في الدوزيام بارتي تاع السنه الماضي ما كانش عندي فكره على هذه الشخصيه كثير فكره فوالا وما كانش عندي لي كاباسيتي سورتو في الكوتي بون كوتي اكسيون كوتي مافيو كوتي كذا كنت سافانس نقول روحي بيان مي كوتي دراما كنت كامور هتو كان هو اللي علمني يقعد معايا بالنص ساعه برسك هاو كيفاش ديرها وكيفاش ديرها وكيفاش دير دونك جو تروف كو سي ان تري تري بون رياليزاتور اي فوالا العمدة هنا في حب في قفص الاتهام كملناه وبعد عناء كبير كنت تبعوا فيه هانا تبعوا فيه وعجب الشعب الجزائري الحمد لله ولا. الحمد لله. يعني هو معروف انه شخصيه الاستاذ بشير سلامي انه انسان هادئ، يعني بصعوبه باش تشوفوا ربما منرفز ولا مقلق قليل وين تشوفوا هذه الحالات صعوبة. على بها قدرت تتعلم معاه يسيس الانسان يسيس غير بسياسه يعلمك ويوصل لك رسائل. طيب استاذ بشير سلامي فؤاد هذه الشخصيه واسمه فؤاد علاش خيرت له نفس يعني لو بروفيل هو انسان شويه خارج طريق يعني يعمل حوايج خارج على القانون شوف تصرفاته منرفز يعني تشوفوا هكذا يوالم هذه الادوار كاين شي ادوار وين انا شفتو الناس بزاف دور فؤاد يعني في مام سا رجو ان تي بو لو تمبيرامون الكاركتر تاعو يعني وقادر يلعب اي بو فاد لا كومبوزيسيون قادر يلعب ادوار مركبه اخرى مي انا شفت بلي كان دور يعني امبورطون تري امبورطون في حب في قفص الاتهام قلت جو لي با برون دو ريسك كنت نعطي الدور هذا يعني زكريا هي كان من المفروض أن تكون معنا نجمتنا أمال حمر كانت حمر. تكون ضيفة معنا ولكن نتعذر عليها الحضور لأنها مريضة ونقولها ربي يشافيك إن شاء الله ويشافي كل مرضانا. إذا 021-23-99-10 هذا هو رقم الهاتفي اللي جمعنا وإياكم مشاهدينا في هذه السهرة الجميلة لمة رمضان. نظن فيه مكالمة هاتفية ونقول ألو الو مساء الخير مساء النور صحة فطورك
الله يسلمك انتوما زادا. يسلمك. شكون معنا من فضلك؟ مساكي الاخت منى تبع. لاباس الحمد لله وانتوما بخير؟ الحمد لله. شوفي راكي شباب بزاف، شوفي سورتو لي توني اللي تلبسيهم يعجبوني بزاف. شكرا يعطيك الصحه. بنوره شاده. ربي يخليك سيداتي الكريمه. لكن ما عرفتينيش بنفسك. وداد من الجي. وداد من العاصمه. الله يبارك. كيف كان؟ يبارك فيك مازال. يسلمك. كيف كانت ايامك الرمضانيه؟ انا قريب درنا اسبوع نظن من الصيام، كيف فوتوه؟ ولا غير صافا الحمد لله. معليش انت عالجزائر ولا غير بيان الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شفتوا هذه اللي ديروها هذه مور الفطار ولا غير لمة رمضان ما نشوفوها. شكرا. راهي في العام الثالث. على بالك تفضلي. على بالك شفتوا هذيك الضحكه تاعك انا جامي نعطيها توجور مقابله على تيلي. نضحك بزاف. لا 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 يسلمك. بون حبيت نشكر هذوك اللي راهم معروضين اليوم. الاستاذ بشير سلامي المخرج نتاع سلسله حب في قفص الاتهام، وابن محمد زكريا الممثل ونجم صاعد. الله يبارك. راكي تشوفي السلسله؟ هذاك المخرج نقول له يعطيك الصحه على هذاك الفايتوني درته. هدرنا معاه. ميرسي بوكو. يسلمك. لا يسلمك. صحة فطوركم. في جميع الصباح. صحة فطورك. ونشكر لك الوفاء والاخلاص لبرامج تلفزيون الجزائر، يعطيك الصحه. الله يسلمك. ونشكر ثاني هذاك محمد. على بالك هو لا ميغ فلاتي اللي كاع نحب نشوفو كيكون يتورني. شكون هو؟ زكريا. هذاك محمد ولا زكريا؟ بن محمد زكريا. محمد زكريا. عجبك الدور ديالو؟ فوالا. مساء الخير خويا. صحة فطورك. صحة فطورك. ميرسي بوكو. لا يسلمك. رمضان مبروك ان شاء الله. يسلمك. يعطيك الصحة. الله يسلمك. ميرسي. راكم فرحتونا صافي بليزير. شوفوا غير لي شانتا وعنا في رمضان. مادا بكم. شكرا. لا لا لازم لازم. يعطيك الصحة. شكرا. الله يسلمك اختي منى. ويعطيهم الصحة على كلش. ومدي عندنا هذوك اللي شان انا نشوفوهم طينا رمضان بلاديهم صعبت. ربي يحفظك ونقول لك رمضان كريم وان شاء الله تفوتوه بالصحة ولهنا يا ربي. يعطيك الصحة الأخت منى. شكرا. بيزو على بالك بنتي ونعد بنتي أنايس. ميرسي بوكو سي تخيل. ليك والأنايس. يسلمك. مع السلامة. سهرة ممتعة. سهرة طيبة. إذا زكريا قالت لك عجبتني بزاف ونتبع سلسلة على جالك فقط. صافي بليز. إذا لما تسمع هكا شهادة من مواطنة مشاهدة يعني كل الصدق كل يعني واحد ما يجبر فيها باش تقول هذا الكلام الجميل وهذه الشهادة، واش يزيد لك؟ يزيد لي ثقة في النفس بيان سور. هذه الحاجة اللي يزيدها لي يزيدني. بون يسرى وش يسرى أنا كي نسمع هكذا يسرى وش يسرى نقول ما نحبش لو دومين هذايا باسكو أون بي ديغ كو كي نسمع هكا نقول شويني بور أني خالق لهذا الشيء. دونك نطلع ونهبط يسرى وش يسرى في لي بلاتو بو امبورت أي بروبليم يصرى لي كل شيء يجوز. كل شيء يجوز. كل شيء يجوز. غير باش يبقاو يشوفوني ان شاء الله ومن الفيطون الفيطون ان شاء الله نعجبهم اكثر واكثر ان شاء الله ان شاء الله. اذا نقول لك تقمص الشخصيه هذه ماهوش سهل يعني خصوصا انها صعيبه باش تتقنها وبالملامح بالتصرفات. كيفاش عملت؟ هل احتكيت بهذه الفئه شويه شفت كيفاش يتصرفوا ولا خرجت واش كاين بداخلك؟ خرجت واش كان بداخلي وبون قبل ما كنت بشيرة عبالو كنت قبل ما نبدا لي سيكونس تاعي سورتو بون في لي سيكونس تاع الدراما هذيك امور اي تو نروح نشاوره هو الاول كيفاش ندير كيفاش ما نديرش تو مي في لي سيكونس تاع لاكسيون تاع تو مافيا هذه اي تو كنت دوي نشاوره مي كنت نخرج واش كان بداخلي وكنت فريمون جو مي كونسونتر فريمون تبرز فوالا جو مي كونسونتر فريمون ما بقاش زكريا بن محمد نولي فؤاد العام اللي فات نكون ولي ادم من عام ولي فؤاد فؤاد دونك يفو فاش خلصت من فؤاد تخلصت من فؤاد راح فؤاد سيمو صح سيمو من عام سيمو واحد اخرين واحد اخرين لاحظتوا بلي في سيرتان سان داكسيون ما يعني ماشي انا اللي نديريجيه يعني يعرف كيف يكون هو يقمص الشخصيه كيف يقمص الشخصيه في في سيرتان سيكونس فريمون او كونترار هو يمدون دي زيدي بور باش يكون يعطيك بعض الافكار يحب يضيفهم. طيب من خلالك نشكر كاتبه السيناريو الاستاذه فاطمه الزهراء العداوي اللي كنا حابين ومتمنين انها تكون معنا وتحيه منا لكل ناس باتنا لانها من باتنا اللي نحيوها كثير. استاذه فاطمه الزهراء هذا اربع سيناريو يعني رابع سيناريو
هادو اربع سنين وانا نتعامل مع نتعامل مع اربع سنوات سيناريوهات يجمعوك معاها. هذا ما خلاكش انك تنحاز ليها فقط وما تقراش سيناريوهات واقلام سياله اخرى استاذ بشير سلامي، والا تشوف انه انت فتحت مشيت هذا الطريق ولازم تكمل في نفس الطريق؟ انا تناسبني بزاف يعني ليكريتور تاع فاطمه الزهراء العجمي، يعني واش تكتب هي يناسبني انا كمخرج تاع مسلسل. يعني نحب قصة تاعها، نحب حكاية تاعها، ويساعدوني في يعني في الابداع في في, في كل شيء. تحس بهم اكثر؟ نحس بهم اكثر. وتدخل شويه، تتدخل شويه انت؟ اي عمل يعني كاين تدخل بين مخرج ويعني ولا سيناريست. وين كان تدخل في هذه السلسله؟ يكون شي تغيير في شي حاجات اللي انا ما نحسهمش وهي يعني تفرضهم من السيناريو. يعني علاش كاين شي اشخاص ولا يعني اللي ما نسبوش الدراما في الدراما يعني نرفضهم نعودوا كتابه اخرى. يعني عمل جماعي يكون. فوالا عمل جماعي. طيب نقول لكم 021 23 99 10، ولا حبيتوا تواصلوا معنا وتسالوا على هذه السلسله اللي راهي تدخل بيوتكم يوميا، ما عليكم الا تشكلوا هذا الرقم الهاتفي وحنا رانا هنا في الخدمه. اذا استاذ بشير سلامي، كانوا نجوم دراما الجزائريه حاضرين في هذه السلسله، هذا يزيد في ميزان وثقل هذه الدراما؟ صح لازم في الدراما يكونوا وجوه يعني دي بروفيسيونيل، نقول بروفيسيونيل أسماء معروفين كما بهية رشدي، أستاذ يعني عجيمي، كل عمل أستاذ عجيمي، مصطفى العريبي، أمل حمر، هذو يعطيو ثقل الدراما. يعني ما تجيبش تكون دراما بدون هذا النجوم، يعني لو كان نجمين ولا ثلاثة لازم يكونوا. طيب بن زكريا، بن محمد زكريا، الناس راه مشوا عليك بشخصيه فؤاد، يناديو لك فؤاد الان، خلاص قمست الشخصيه، ما بقاش ادم ولا فؤاد، خلاص ولا من بعد ادم ولا فؤاد. 6 شهور وانتم ما تعاملوا مع بعض، يعني كان شيء صعيب؟ شيء ما كان صعب الحمد لله، باسكو كانت ليكيب تكنيك او توب، لي كوميديا او توب، سوا لي زونسيان سوا لي نوفيل تات اللي جابوهم جدد هادو سواء اللي كيما انا لعبوا ديجا كاتوا درك فتحنا الباب تاع هذا العالم، دونك تو تي او توب الحمد لله. طيب واش راهي عنابه؟ ما توحشتهاش؟ توحشتها بزاف. سرقتك شويه عليها؟ سرقتني بزاف. رحت غيسامو هنا برك رمضان بون باش نعقب رمضان تما مع لا فامي كاتوا، باسكو رمضان سي ساكري لا فامي ما جوزش رمضان شاب، وجيسبيغ كو الشعب الجزائري كامل راهو ملموم في عائلات مع بعضهم باش يعقبوا رمضان ان شاء الله. دونك رحت جوزت تما اون سيمان وزدت جيتكم هنايا بوغ لمده رمضان هذه بوغ كالكو زيميسيون اخرين. يعطيك الصحه. شكرا. اذا بعد قليل راح يلتحقوا بنا فرقه جمعي افريكان اللي راح يلتحق بنا الفنان راهو حاضر معنا حتى يكلمنا على سهراته اللي راح تكون في خيمه ويلسون بفندق الهيلتون بمساهمه مؤسسه موبيليز اللي هي تساهم كذلك في برنامجنا برنامج لمه رمضان. اذا نقول له صحه فطورك، يلتحق الان اسيا ولا نزيدوا شويه؟ يلا تفضل. صحة فطورك، كل عام وانت بخير. السلام عليكم. لاباس؟ واش راكم؟ لاباس؟ بخير؟ لاباس؟ رمضان كريم. شكرا. لاباس؟ صحة. بخير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. إذا واش راهي الفرقة؟ لاباس الحمد لله، شكرا على العرضة هذه في قاعدة رمضانية. يسلمك يعطيك الصحة. إذا راح ينتحيوا حفلة في خيمة الويلسون بفندق الهيلتون. في فندق الهيلتون غدوه ان شاء الله. دونك راح تكون الحفله هذه راهي تما في حفله في دون الكادر تاع الدوره تاعنا تاع هذا العام تاع 2015. كانوا حفلات، كنا السنه اللي فاتت كنا في تونس الشقيقه، كنا عملنا حفل يوم 21 جوان، يعني لا فيت دو لا ميوزيك،
كان يعني حفل مع استجابه تما من الجمهور كانت هايله. دونك هنا راح نوليو ادوميسيل كما يقول لك. طيب هو في فصل الصيف وخصوصا في شهر رمضان الفضيل فهاد السهرات تقوى السهرات والحفلات اللي تربطكم مع الجمهور نتاعكم، ولما يكون كل ما يكون الجمهور قوي وكثير واش يزيد لكم انتما كفرقه موسيقيه راهي لمعت الحمد لله؟ احنا اشاك فو على بالك احنا رانا في خدمه هاد الجمهور، تما بلا الجمهور ما اكزيستيوش، تما معنا ما نديرو بلا الجمهور تاعنا، سورتو الجمهور اللي يجي للحفلات يعني يشوف لو لايف. دونك احنا بلوس يكون الجمهور بلوس تما تكون هذيك ليشانج لامبيونس وليشانج مع الناس. اي بي فوالا، تما قد ما يكون جمهور قد ما احنا نقدروا تما تعطينا انكور لونفي باش نكملوا نديروا حفلات دي كونسير دي البوم دي بروجي. طيب ما لفت سمع لهم زكريا؟ مالوغوزمون جماي افريكان لا معروفين، قول له بعض الاغاني نتاعك اللي لا معي كاين يا دي شونسون يا بنت. نو نسمع بهم نسمع بهم مي ما جاش مالا غدوا يجي غدوا ان شاء الله يجي فوالا سي لوكازيون جامي باسكو هنا في الجي. مرحبا بك مخرجتنا فان نتاعكم، لكن اعطينا مقطع هكا من المع الاغاني تاعكم جماي افريكان. كاين هي فرقه جماوي جماوي افريكا جماوي افريكا كاين الغناء لي بلو تما المعروفين كاين حشيشي بواشيش كاين دلالي اللي عملنا لها ان كليب ديرنيرمون دايوغ خرج عنده قل من عام فوالا الالبوم لي دوز البوم كاين ماما وكاين بلوتو تخواز البوم الديرنيير البوم اسمو افونسي لاريير فوالا دونك وفيه لا شونسون دايوغ كي سابيل افونسي لاريير دونك طيب لما تكون عندكم سهره هكذا كيما غدا ان شاء الله شحال يتم لها التحضير شحال تحضروا لها؟ احنا قلت لك احنا حضرنا اون تورني دونك يعني راكم واجدين فوالا احنا اللي حضرنا اون تورني هذه باسكو علاش احنا في هذا العام 2015 كنا هذا العام خصناه لا تورني الدورات دونك لعبنا دون تما في بزاف بلدان كيما البرازيل ديرنييرمون تونس مقبل رحنا لا تنزاني دونك هي تما دوره في الجزائر ودوره عالميه فوالا عالميه خارج الجزائر رانا نشوف راك تحدي بعد بزاف استاذ باشر من بعده نجمو نقولوا عالميه خارج الجزائر دونك هذا العام كنا احنا دايرينو بوغ باش نكملوا تما لا بروموسيون تاع الالبوم تاعنا الاخراني اللي خرج اون 2014 دونك تما هاد لا تورني حضرنا لها و اون ا مونتي ان سبيكتاكل تاع هذا الالبوم اي سي سو سبيكتاكل لا اللي رايحين نعاودو تما نكملو نلعبوه في غدوه. بون يا توجور دي نوفوتي على بالك دونك باسكو بلوس اون جو ان سبيكتاكل في سور سين بلوس يبانو حاجات جدد في الموسيقى تاعنا. فوالا كيما قلت لك احنا البلوز امبورتون سي كو نجمعو ناس on partage des choses avec eux, on partage des moments avec eux, يكون تبادل في التواصل مع الجمهور تاعكم. فوالا التواصل هي الحاجه لا بلوز امبورطونت لينا. دونك طيب لما خرجتوا الحدود الجزائر ربما الموسيقى استمتعوا بها، ولكن كيف كان الاحتكاك والاستمتاع بهذه الاغاني نتاعكم مع جمهور اللي ما يفهمش لغتنا ربما والميساج كيفاه يفهموا؟ احنا جوستومون كي نخرجوا من الجزائر هي تما بها نقدروا كيما يقولوا نتيستيو العالميه تاع الموسيقى تاعنا باسكو علاش كي تروح عند بيبليك اللي ما يفهمش اللغه باسكو حنا نغنيو بالعربيه والجزائريه كي تروح عند بيبليك ما يفهمش اللغه لازم توصلي له يعني الرساله لو ميساج اترافير الموسيقى دونك لا 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 ميوزيك والحمد لله صديق رحنا دون دي اون افي دي كونسير دون دي بيي ما كناش كاع نستنا بنا رايحين لهم كيما الهند ولا لو برازيل رحنا حتى الهند نقول لك ماشي عالميه عالميه تاز باسكو فات علاش الفرقه سيت اني اون افيتي نو 10 ans de carrière دونك صافي 10 سنين صافي 10 سنين وحنا كيف قعدتوا نفسكم ما تنحلش الجروب وجوستومون ما تنحلش ومام الاعضاء ما تبدلوش صافي في 10 سنين هما وكيفاش شديتوا مع بعضكم السر؟ والله غير ديجا قبل ما نلعبوا الموسيقى كنا صحاب كاين بزاف من اعضاء الفرقه كانوا ديجا في حومه وحده دونك سيتي ولاد حومه كما يقولوا
Et voilà, c'est-à-dire le projet en lui-même du groupe, il a soudé le groupe. Voilà, en sorte, voilà, c'est où justement le musique en Algérie, des fois les groupes ils dansent, après deux trois. Pas en Algérie, seulement dans le monde. Ils brisent un peu, ils vont chacun solo, chacun anonyme. Je pense que c'est le Bachir Salami. Non, non. Chacun dit que c'est clair, ça n'est pas le cas. On va aller chacun. كاينه عادي تسير في خاصة في, في, في حتى في العالم هالشيء يسير يعني ديك يولي واحد نوتوريتي انترناسيونال يعني يولي يتعامل وحده يعمل وحده ربما انتم الصداقه اللي غلبت والجيره جيران ولاد حومه كما نقولوا وجاري وصحبي تما دائما ونا تما خدمنا اون طونك جروب باسكو ميم في الخدمه تاعنا ميم في كي نالفوا الموسيقى نالفوها في جماعه دونك سي باش نطولوا صادير في 10 سنين اون افي 3 البوم سي با بوكو سي لا كاليتي مي اون ايساي توجور تما نلحقوا فوالا نلحقوا سارتان اوبجيكتيف في الخدمه تاعنا ان شاء الله. اذا سهراتكم راح تبداوها غدوه ان شاء الله راح تكون في الخيمه وعندنا بون يا لي كونسير كامل تاعنا في لاباج فيسبوك اي سور انترنت دوك راح موراها نكونوا نلعبوا مع الوان سيف في الكازيف عندنا الكازيف عندنا دوتر اوتيل كيما لوغاسي كيما في الخيمه في 5 جويي يا فوالا مع بك رمضان سي اون بيريود ويا بوكو داكتيفيتي بور لي زارتيست للعائله الجزائريه والشباب الجزائري احنا نتمناو ان تكون نورمالمون في العام كله صدق احنا كونسونطري كلش في رمضان المسلسلات لي كونسير الموسيقى كلش في رمضان ضيف عزيز علينا كل شيء شباب نخلوه في رمضان صح ماذا بينا كيما يقول العام طويل وانا ماذا بينا لي زارتيست يعني يخدموا طيله العام وما صدق لي زارتيست يخدموا طيله العام والجمهور يكون عنده يستمتع طيله العام فوالا ما نسناش حتى انا راح في عادتنا انه غير في رمضان الشعب الجزائري يتفرج على التلفزيون تاع الجزائر صح غير في رمضان في الميدان تاعنا غير القنوات الجزائريه يعني بقنواتها الخمس يعني صح سي ساكري رمضان سي شهر تفطر تقعد وراح تروح قبل التلفزيون دير الجزائر دير الجزائر مي نورمالمون باسكو علاش باسكو يا ان انتيغي تما الجمهور عنده ان انتيغي باش يشوف القنوات الجزائريه ولا يخرج نورمالمون من هذه اون اكسترابول سوغ توت لاني صح سي الشهر تاع رمضان كريم هذا سي وين نعيشوا لا كولتور تاعنا وين كل جزائري يعيشها نحكوا بها اكثر استاذ باش نعيشوا صح اذا نقول لكم 021-23-99-10 من بعد قليل راح يلتحق بنا عمي محفوظ في ركن بقالات وفالك ولما يقدم لنا لغز وانتم تفكوه يعني راح يكون الجائزه لكم مهدات هي فال زين إضافة إلى تذكرتين لهذه الخيمة باش تحبوا تحضروا سهرة من سهراتها ربما تحبوا تحضروا لهم هما لهذه الفرقة الشابة الجزائرية يعني ما عليكم إلا تجاوبوا على هذا اللغز اللي راح يقدمه لنا عمي محفوظ اللي راح يلتحق بنا الآن ونقول له صحة فطورك عمي محفوظ تفضل ومن خلال إجابة للغز اللي راح تقدمه راح نتوما تفوزوا بتذكرتين لخيمة الويلسون بفندق الهيلتون هذه السهرات اللي ترعى يعني تقام بمساهمة مؤسسة موبيليس اللي راهي تساهم في برنامج لمة رمضان 021-23-99-10 صحة فطورك مرة ثانية صحة فطورك منى تحية تقدر احترام لمخرجنا الكبير باش يسلمي يسلمك الأمل والطموح إن شاء الله للشباب شكرا يسلمك نقولكم صحة فطوركم كلكم صحة فطورك نبداو باللغز اخت منى ولا شي يلا لانه من خلال اجابه للغز نتاعك راحين ولا يربحوا يدوا تذكرتين باش يسهروا الحفله اللي راح تكون غدوه ان شاء الله من اي ابتداء من الساعة 9:30 يعني ما يشوفوش لمة رمضان معليش يشوفوها في الجزائرية الثالثة بعد منتصف الليل اللغز ما دامنا في الميدان تفضل نقول جدنا هواوي وعنده ناس هواوية تزوج ودار الدار ومنها جاب الذرية الله الله عودوها جدنا هواوي وعنده ناس هواوية تزوج ودار الدار ومنها جاب الذرية تقدروا تحاولوا باش انت خصوصا انت باش تربح تذكرتين وتروح تسهر غدوة ان شاء الله وتسمع وش يغنيو انا راني رايح يلا انا مكالمة هاتفية وردة الو ورده من وهران نظن بسمه اهلا
مساء الخير. واش راكي لاباس؟ لاباس وانت واش راكي؟ صحة رمضانك. رمضان كريم. رمضانك يا كريم يا منى. ربي يحفظك. كيف حوالك؟ ان شاء الله على بالك امي عندي بزاف انا بغيت نحكي معاك غير الليله اللي حكمت. ربي يخليك ها انا نتكلموا. على بالك راكي منوره الشاشه. بكم. التلفزيون الجزائري. ربي يخليك ربي يحفظك. فقط من فضلك من فضلك جهاز تلفزيون دقيقه من فضلك دقيقه حبيبتي دقيقه دقيقه من فضلك نقفي الجهاز تلفزيون باش نقدروا نسمعوك احسن. ايوا يعني تقصيد يعني مانيش شعلاده. يعطيك الصحه. حبيتي تجاوبي على اللغز هكذا؟ ايوه تفضلي. يلا عمي محفوظ يعني عاودهولي عاودوا لها فضلك. جدنا هواوي وعنده ناس هواوية تزوج ودار الدار ومنها جاب الذرية. كيفاش عاودولي؟ نزيد نعاودولي. يلا. وعلى كل حال هذا اللغز نظن باللي يهم المائدة هي الأولى الناس اللي عم دايرين المائدة. إيه. وأنت يا أخت لو كانت تجتهدي شوية تجيبيه. أيوا معليش إن شاء الله. جدنا هواوي. وعنده ناس هواوية تزوج ودار الدار ومنها جاب الذرية. يعني ناس رمضان؟ لا خسارة. تمنيت تربحي صح معليش. يا منى انا بك امنيتي كنت الامنية تاعي بغيت نحكي معك ومن وقتاش وانا بغيت نحكي معك ونحاول والليلة نهضرت معك وهذه هي امنيتي. ربي يحفظك طول عمرك حبيبتي. وتحيه الفرقه اللي راني معاك يعني انا ما على باليش ما نسمع فيها كفرقه موسيقيه ولا تحيه ليها كبيره مهم. شكرا يعطيك الصحه. شكرا وربي يخليك ان شاء الله وراكي منوره الشاشه. بيكم ربي يخليك حبيبتي وسالي لنا الكل الناس اللي راهم معاك. تفضلي. على بالك عندي طلب لك ان شاء الله تكوني تجيبي لنا المذيعين القدم اللي كانوا يقدموا في التلفزيون الجزائري باش يفكرونا شويه هكا في الزمان. ان شاء الله ان شاء الله راح يكونوا مقدمي راح يكونوا مقدمي. نهدر ولا تتكلمي تفضلي. تحيه الانغام انغام وجميله وناديه ورزيقه واسيا في اللحاش قريه هذه اسيا راهي حاضره اسيا راهي حاضره. تحطي اسيا تنزلي وان شاء الله في الكواليس قد ماشي اليوم. عندي بزاف انا بغيت نشوفها اسيا عندي بزاف انا بغيت نشوفها من اللي كانت تقدم البرنامج هذاك. تحيه تحية لمن لمن تحب هكذا اسيا. ايوا تحية لمن تحب كنت صغيرة وانا نتبعها ديما اصلا. راهي تبلغ لك السلام. راهي تبلغ لك السلام اسيا راهي معنا وربي يخليها ان شاء الله. شكرا يا منى ان شاء الله تقنيها معك تكون معك ان شاء الله مش انا اللي خلفها. انا اللي عرفتها هاني قلت لها اسيا نزلي اسيا نزلي قالت المرة الجاية ان شاء الله. المرة الجاية راهي تنزل ان شاء الله ان شاء الله. ربي يعطيك الصحة يا منى. ربي يخليك. انا بغيت نحيي وحدة صديقتي برك اللي راهي في تيدي بزاف هي فاطمة عاشور اللي نحبها بزاف بزاف ونقول لها رمضان كريم ونقول لها ان شاء الله تصوميه بالهنا والصحة وكل جزائريين ان شاء الله يصوموه بالهنا والصحة. امين ان شاء الله. يعطيك الصحة سيدتي الكريمة. صحة سحوركم. صحة سحورك. وتحية للشيخ اللي راهو معك. يعني انا ما جبتش اللغز بصح ان شاء الله الخطره الجايه ان شاء الله نطلعكم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. تحية التقدير لك ثاني. ربي يحفظك. تحية لكل كل كل الجزائريات اللي راهم كيما انت جنبي يا منى اكيد تكون الشاشة. طول عمرك. شكرا. ربي يخليك ان شاء الله. شكرا. ربي يخليك يعطيك الصحة. إذا تحية مجددة من بلاتو لمة رمضان لكم توما أوفياء برامج التلفزيون الجزائري بقنواته الخمس. تحية مني لسيدة فاطمة تشيكن زوجة جاني على أحلى ملابس. شكرا لك يا فاطمة في أول ماي يعني هي في أول ماي وشكرا كثيرا لدار البهجة لمحمد أمين ببينام. أستاذ بشير سلامي أهلا وسهلا بك مرة ثانية. شفت المسلسل نتاعو حب في قفص الاتهام؟ والله كاين تلمون مسلسلات هاد العام كيجي با ما سمعناش ما شفناش بس لوكازيون هكذا ردها لكم زكريا ما سمعناش ما شفناش
نو نو مي تفاصون بشير نعرف الخدمه تاعو باغ لو باسي دونك مي هذا العام مازال على بالي على بالي والله ربي يكون في العون يعني بروغرام شارجي هكذا بروغرام شارجي واحد ربي يكون في العون فقط سورتو بور دي زارتيست كيما قلت لك عم يخرجوا على بالي رانا ناكلو ديريكتومون الاستاذ بشير سلامي جاني من بليده قلت له واش فطرت قال لي كليت شويه سفيريه شويه شريبه وجيت نجري لا صح يعطيك الصحه ما لحقش اذا استاذ بشير سلامي راك في الموعد يعني ما شاء الله عليك كل رمضان راك تدخل لنا ولا تعاده هكذا ولا تعاده صح هادو يعني اربع سنوات الاخيره هذه ما شاء الله هذه الاخيران دائما يعني في راك كيما يقول لك في الميدان راك في الميدان بقوه يعني لو كان ما تدخلش في اي انتاج يعني ما راحش تكون اليز ما تكونش مرتاح ما تكونش مرتاح لا. لانه مازال نتلاقى بك في المؤسسه في خلايا التركيب نشوفك يوميا يعني انا راني يومين يوميا في المونتاج اللي في سيدي دو مونتاج في سيدي دو مونتاج صح و جي با انا عشت بالك اكثر ميدان التصوير ويعني الاخراج والمونتاج تو اكثر ما عشت في العائله شفته هذا هو الفنان الجزائري عمره هكا كيروح للجمهور للعمل نتاعو سنوات تمر لا ما نشعروا بها لا وي بيان سور صح اذا ادوار اللي راك تقوم بها يا زكريا نولي ليك راك هاد العامين ماكش عاجبني بزاف راك تقمص واحد الشخصيات واعرين بزاف ما تشوفوش في شخصيه طالب جامعي طموح ها قادر يلعب ادوار كيما هذوك بون انا بور موا يعني نشوف نشوف يعني لانتيري دو فيتون يعني في المسلسل كاين كيما دور فؤاد دور صعيب يعني قلت لك كان لازم يكون زكريا بن زكريا. محمد في دور فؤاد واش تكون لك ساره في الفيلم في السلسله بعيد عليا ساره بعيد عليك شكون اللي قرب عليك قريب عليا مرتي اللي هي قمص الدور تاع هاجر قريب ليا مصطفى العريبي اللي لعب دور تاع البوليسيي محافظ سيد شكون بزاف لا جايمي واش كان دور تاع الاستاذ عجيمي لك استاذ جميلية كون نقول لك راح باسكو غدوة ان شاء الله شوية المسلسل يعني المسلسل فيك شوفوا ما تمشي تكلم على هذا نروحوا لتلمسان ونسحق الاجابه بعد ما نقول لهم بقى على خير هكذا ان شاء الله من جوهرة تلمسان نستقبل هذه المكالمة الهاتفية نظن وردة الو صحة فطورك وسلامي لكل ناس الغرب الجزائري دنيا رمضان كريم وصحة فطورك الو صحة فطورك الله يسلمك حنونة نتينا غاية لاباس وانتي يا مليحة بيان لاباس منى مليحة صحة رمضان الحمد لله رمضان كريم الله يسلمك حبيبة حتى نتوما رمضان كريم يسلمك يعطيك الصحة دنيا راكي تتبعي البرامج التلفزيون الجزائري أني تبعت في البرنامج تاعك خاصة وحبيت أنا في البرنامج تاعك نبي كشغل تحية خاصة بزاف تفضلي المشاركين معك في الحصة تنقم تاع الحصة بالخصوص الضيوف اللي هم معك أستاذ بشير سلامي بن محمد زكريا الممثل في سلسلة درامية حب في قفص الاتهام بخصوص الفنان تاعنا ممثل محمد عفوا زكريا بن محمد زكريا شوف هكذا وهضر معاها قولها صحة فطورك صحة فطورك مرحبا بك الله يسلمك خاي صافا ميرسي وانت يا لاباس تحية لك خاصة من عندنا في تلمسان كامل الله يبارك تحية لكم والمسلسل ديالك سي بون شباب بزاف وان شاء الله تكمل على هذا الشيء كامل وربي ينجحك ويوفقك والله ما سمعتك نجمي تعاودي لي قلت لك سامع ربي يوفقك في الوسم راك تخدم في الفن تاعك كامل وان شاء الله بالتوفيق قلت لك ان شاء الله شكرا عجبك الشخصيه ميرسي بوكو عجبك الشخصيه شخصيه مليحه بزاف صح بينا حاجه وحده ماشي توجور يخدم هكذا يعملوا في المسلسل دور قاسي شويه دور مافيا حبينا حس شويه هكذا تجي عليه بزاف واسكو زعما تحبوا تشوفوني في ادوار اخرى ولا تحبوا ديما نكون في الادوار هذه برك؟ لا انا برسونال ما نحبكش في هذا الدور
نتمنى كنت تكون هكذا دور تفتح كل اسمع استاذ باش ها هو المخرج جات كلمه مع المخرج لانه هو اللي يقسم عليهم الادوار فوالا اي مدى بينا المره الماجيه يكون دور تاعك انا كما قلت لك في دور كان دور مهم في يعني في المسلسل و اجي نقول لك انا حبيت المسلسل تاعك المره الماجيه ما تكونش فيه نهايه ماشي مليحه جاوبها في هذه الكاميرا قالت لك المسلسل الجاي ان شاء الله نحب النهايه تكون مليحه ماشي كما كان العام اللي فات صح هذا سيناريو كنا نتمنى تكون كاين في المسلسل في الحلقه التاليه مي ما صدمات لا أنا, انا عندي عاده ما يعني في اي في اخر يعني في الثاني ابيزود ما نغلقوش يعني خليه مفتوح نهاية مفتوحة دائما نهاية مفتوحة يعني سمعتينا؟ يا سمعتو راح تكون النهاية ربما هكذاك حضري نفسك يا الله يا ربي ما يدخلش غير للحبس هذه المرة ما تدخلش للحبس هاد المرة ما نقولكش شكون ندخل الحبس ولا ندخل السبيطار ولا ندخل الجبانة ولا فافا لا لا ان شاء الله ان شاء الله مازالك صغير خليك من السسباس ان شاء الله باش تشوفوا لا فافا باسكو درك نقول لكم مش معاك تشوفوا سي بون دوك نروحوا نروحوا صح نحرقوا ما نكملوش فوالا الحبكه ولا دونك نخليوها سسباس ان شاء الله المسلسل يبقى مفتوح يبقى هكذاك قالك انتظري نهاية كيما هذيك وخلاص اذا بالليسونسيال العام الماجي ان شاء الله فيه خير ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله النهايه تعجبكم ان شاء الله باسكو ان شاء الله يا النهايه دونك سبيوك تعجبهم لا ان شاء الله تعجبهم ان شاء الله طيب عرفتي الحل تاع اللغز اللي قدمه لنا عمي محفوظ نعاودوه لك انا اللغز ما كنتش حابه نشارك فيه مي جاني شويه واعر مي حاولي نشارك فيه وكامل مي جاتني هكذا حاجه في الطابله توجور ناكلوها قولها عمي محفوظ تواصل معها على كل حال يا اخت هو اللغز نظن باللي يهم الناس اللي راهم قاعدين على الميدا نظن هما اللي لازم يفكروا فيه بزاف خاطر هما اللي يهمهم نظن عندك الحق تقولي صعيب هو في الحقيقه مو صعيب لان في الميدا في المائده هذه كاين فنانين نقرب لكم شويه اللغز عاود لها من فضلك نقول جدنا هواوي عنده ناس هواويه تزوج ودار الدار ومنها جاب الذرية جدنا هو كيما رانا هنا أول ما بدأ الفن بدأ بالمسرح صح هو يقرب لك جدنا صح أبو الفنون المسرح المسرح نعم المسرح تزوج بالخشبة وبعدها جاب الله يبارك الناس راهم حاضرين جاب ممثلين هما ذرية الخشبة والمسرح جدنا هواوي راح تجاوب عمي محفوظ انا شرحت لهم راك تشرح تعرف الإجابة جدنا هواوي اللي هو المسرح تزوج بالخشبة وجاب ممثلين الله يبارك أي مخرج ولا مسرح جبار نعم الفن بصفة عامة خلاص أنا نقول لك ارتاحي شربي كاساتي الله الله وتبعي حتى تخلص يخلص البرنامج وراح تعرفي السؤال هكذا الجواب نتاع هذا اللغز هكذا وفي الحقيقه يا اخت منى انا جاوبت على السؤال جاوبت على اللغز رمضان كريم وسلمنا لكل الناس الجزائر والغرب الجزائري بالخصوص تلمسان شكرا اذا عبدو لاباس الحمد لله غدوه ان شاء الله هذا الوقت وين راك وين راح تكون فوق الخشبه فنان ان شاء الله قل لي عبدو لو كان نقول لك اعطينا مقطع هكذا صغير ما تحشمنيش بصح ما قدرتش نعطيك مقطع مش انا اللي نغني في الفرقه ما جاش جميل انا الجيتاريست دونك لا فوا تاعي هكذا شونتور مسحهم يغنوا اون جروب انا نعرفهم كيفاش يغنوا ما كاع يغنوا كيف انا ما نقدرش او يهرب لنا فقط وكان عندي وكان جبت الاله تاعي وكان جبت الجيتار كنت نعطيك وعلى ما جبت الجيتار سي بون سي بون بيناتكم ما بيناتكم والله ما عندي جي فريمون با لا فوا اللي سي يمكن عندي جيتار نديرها في براسك المره الجايه كي نعرضك ما تنساش عرفت لو ميساج معليش ما شفناش ما سمعناش لا لا قصدي ما سمعناش ما سمعناش ما شفناش قصدي مش هذه قصدي تما رجعك انت قلت له كل ما تغنيناش راح ترجعني وانا قلت لكم ما تغنيش هترجعني رجعتنا يو دو نو مال على هذه لازم تجو غدوه
هاني رديتكم. انا قلت لك كي ديكي هو زكريا حاجه غدوه ان شاء الله نجيبوا الصور ونبعثوا الكاميرا تاع المتر رمضان ونسمعوا هنا ويطربنا ان شاء الله هكذا في الخيمه خيمه ويلسون بفندق الهيلتون اللي ستكون بمساهمه مؤسسه موبيليس اللي هي كذلك رئيسها في برنامج لمه رمضان. اذا ولا حبيتوا تتواصلوا معنا ما عليكم الا تشكلوا الرقم الهاتفي 021 23 99 10. بعد قليل راح نروحوا بكم كاع حتى المشاهدين الى محطه الجهويه لولايه قسنطينه. اذا عمي محفوظ سؤال نتاع البارح اللغز نتاع البارح ما فكيناش حتى سالوني بعض الاصدقاء والزملاء قلت لهم اليوم راح تعرفوا الجواب نعاودوه من فضلك كل يجاوب على تاع البارح ولا تاع اليوم راح تحصل على تذكرتين باش يسهر غدوه ان شاء الله مع عبدو وكل الفرقه الموسيقيه اللي هي جماوي افريكا. تفضل نعاودوا اللغز وبعد اللغز كاين البقاله اهداء خاص خاص قلنا مكركبه وكركوبه لا رجلين لا جنحين الجلد جلد احول الجلد جلد واحد واللحم لحمتين وسهل اللغز ورا ال العين لا نو الكركبة كركوبة الجلد جلد واحد لا رجلين لا جنحين واللحم لحمتين ان شاء الله يفكوا هاد المحاجيه. شفت استاذ بشير سلامي شحال صعيب لما نحاولوا نفكوا واحد اللغز ولا عقده في مسلسل او دراما هكذا المشاهدين لما يتبعوا السلسلات اللي تدخل بها بيوتهم في شهر رمضان يعني فيها شويه تخميمه وفيها شويه دور الدراما هذه هي. يعني عقده تحلهم يعني كل ابيزود يحلوا عقده مي العقدة تبقى العقدة كبيرة تبقى يعني شوية صعبة معقودة ما تحل غير آخر يعني الحلقة. آخر حلقة يلا نديكم الآن لتيزي وزو شفتوا شحال احنا نحوسوا يعني ما يدخش خاطركم معنا لا ما كان راكم في جولة أنا في جولة نتاع عالمية ما داخل الوطن من تيزي وزو استقبلوا هذه المكالمة الهاتفية ونقولها أزول صحة فطورك رمضان كريم صحة فطورك رمضان كريم شكرا شكون معنا من فضلك؟ حورية من تيزي وزو حورية أهلا وسهلا بك حورية كيف راكو تقضوا شهر رمضان؟ يسلمك راكي منورة الشاشة راكي تباني عادي الله يبارك ما شاء الله ربي يخليك شكرا صحة رمضانكم ورمضان كاع ضيوفتي راك لهم قدامك يسلمك هم قالوا لك يسلمك الله يسلمك اذا كيف راكم تقضوا سيدنا رمضان؟ انا رانا كي احنا كي الشعب الجزائري كامل انتم شربه البوراك البريك هكذا راكم تزوروا بعضاكم تروحوا تعرضوا عرضتوا ديجا ولا مازال؟ مازال الغر مازال الساعه هذه مازال شويه تعبه فوالا مازال ما والفناش بزاف ان شاء الله من نهار الجمعه ننطلق اسبوع جاي ان شاء الله يلا تبداو تعرضوا ويعرضوكم وتروحوا تبداو تعرضوا بيناتنا ونفسي تزيدوا كاع يتكرا بتبعث هذا الحصه تاعك الحمد لله يسلمك يعيشك وراكي الله يبارك راكي شابه و شكرا ولبستك راهي الله يبارك ما شاء الله اللي لبستني اليوم والبارح يا سيده جاني فاطمه تشكيكن زوجة جاني باول ماي هي اللي تلبسني هذا اللباس التقليدي الاصيل حتى نروجوا للباسنا الاصيل الجزائري يعطيك الصحه شكرا يسلمك صحيت شكرا سيدتي حبيتي تحققي تحل اللغز يعطيك الصحه عندك اجابه للغز والمحاجيه هذه عرفتي الجواب والله ما عرفت الاجابه خساره لو كان ربحتي كنت تدي دو بيي الغدوه ان شاء الله في سهره فنيه معاهم راح نغني غدوه ان شاء الله خمم عليها نشوف خمي يلا خمي اذا يعطيك الصحه على التواصل وعلى المكالمه الهاتفيه شكرا ربي يخليك شكرا يعطيك الصحه صحه سحورك شكرا إذا أستاذ بشير سلامي إن شاء الله بعد ما نشوفه حب في قفص الاتهام وقبل ما نروح لسؤالي نسألك هذا السؤال لو تيتخ شباب بزاف حب في قفص الاتهام هذا هو لو تيتخ نتاعه ولا بدلته ولا عاودته ولا لا هذاك هو لو تيتر نتاعه سي حب في قفص الاتهام والسيناريست هي اللي تقدم تعطي المادة كلها وتزيد لو تيتخ ولا المخرج عنده دور فيه
لا لا هو كاين شي كما اسرى الماضي تغير يعني في الاوريجين سيتي با لو تيتر انا بيرسونالمون انا اللي درت اسرى الماضي واش كان يعني لو تيتر الاول في التيتر الاول كان غدا ستشرق الشمس حتى غدا ستشرق الشمس عميق لا لا ان شاء الله ان شاء الله لا لا عميق بصح اسرى الماضي سي لكن حتى الماضي عنده الماضي كان ممكن تفرجوا كي تفرجنا اسرى الماضي الاسم تاعو بعد يحكي على لو فيتون على لو تيم الموضوع فوالا تبقى توجور اسرى الماضي وحب في كاباسيتي هم يعني لو تيتر هذا فريمون يعني سي لو يعني يمثل بزاف الدراما هذه كانوا دي زيكو كانت اصداء لحد الان من ناس الميدان من الميدان من اهل الفن من الناس اللي عندها انتقاد انا في فيسبوك يعني في فيسبوك يعني انا يعني راك راضي لحد الان ام شاب اي لو سوي جي دو تري بون زيكو في فيسبوك الحمد لله هذا يزيد يشجعك يعني هاوي وانت كذلك زكريا هل فيه دي زيكو يعني من اصدقائك من العائله نتاعك من اهل الفن يعني والدومين هذا بيان سور من العائله من الاصدقاء بوكو بلوس من طرف الشعب الجزائري كما قال لك في فيسبوك في لي كومونتير تاعهم ايتو هذا العام بون في اثار الماضي كانوا كاينين دي كريتيك ما هذا العام يا با دو كريتيك الحمد لله الحمد لله يا با دو كريتيك تسمى الشعب كامل يقول لك باسكو انا شاك جور زعما اليوم لو سيزيام ايبيزود سيتيام ايبيزود اليوم في الليل نحط في يوتيوب لو سيتيام ايبيزود وندوموند جو دوموند فوالا لا في دو تاع الشاب دونك الحمد لله يا ربي سي فريمون اي با كريتيك نيجاتيف سلبيه اكيد بيان سور سلبيه حقا عبدو ما عرفتكش باش تاكل حلويات انت وزكريا كذلك استاذ بشير سلامي عمي محمود تفضلوا حلويات محمود والله تفضلوا شوف عندنا عندنا البقلاوة عندنا القريوش عندنا هادو وش يقولوا لهم حقا نسيت اسمهم هادو مالي لا لا كيف لي بوات هادو ما هادو القطايف الله عليك القطايف انتوما ناس بليده معروفين بالقطايف والمحنشة بون احنا ما نديروش في لي بوات في لي بوات عمي محفوظ تفضل ما تحشمش يا سيدي راك في بيتك انا الحلاوة راني نشوف فيها راني قانع بها اجاباتك حاضرين دايما الله يسلمك شفت ريسامون في فيستيفال دو فيلم عرب نعم واحد الجورناليست كان مصري نعم جو بلي الاسم تاعو كان مع محسن قاعد قالوا حب يطيح في واحد البياج واحد زي قالوا اسكو هاد بون كان جو بوغ لا طابل قالوا اسكو هاد جو بوغ لو ديكور ولا كيما يقولوا الاستعمال فوالا انتقلوا محسن قالوا بالاستعمال بالطبع انتقلوا الاخر قالوا ملي بدات القاعدة تاعنا ما شفتش واحد استعملوا ايبا عجبتني بزاف لا ريبونس تاع مصري قالوا حضورك قدامنا نسينا الشيء اللي كان فوق هذا هو الذكاء والكلام الطيب يعني شوف فريمون تما هذيك لا ريبونس ما فريمون يعطيك الصحة غادي نمد نصيحة أن كل إنسان يتبع نصيحة أمه ويتعلم كيفاش يكون الصرف في فمه الله الله صرف لبق وسلس صرف لبق نعم صرف الكلمة الطيبة نديك عمي محفوظ وجماعة طيبة اللي راهي معنا للصيف جولة داخل الوطن ما داخل الوطن ايوا روحوا للشرق ما خرجناش الصيف زرناهم هذا العام عملنا حفل نقول لهم الو من بعد تكلم معاهم عبدو الو الو صحة فطورك الله يسلمك صحة فطوركم شكون معايا من فضلك معكم حولة من الصيف خولة رمضان كريم رمضان كريم انتم هاني يسلمك اذا كيف الاجواء في الصيف الهضاب العليا وسيدنا رمضان كيف راهو عندكم هذا الضيف العزيز الغالي والله رانا مرحبين به وفرحانين به ورانا في الصحراء وكي تعرفي خوله نتبعوه في برنامج لمه رمضان شكرا خوله خوله نعم تكديما من فضلك فقط نقصي الجهاز التلفزيون شويه جهاز التلفزيون نقصي له شكرا الو وهكذا نضل مليح تجاوب على اللغز تفضلي حبيت تجاوب على اللغز عطينا اللغز اش خالت تفضلي بيضة يا سلام هي البيضة بيضة برافو عليك عاودوا من فضلك باش نتذكروا مكركبة وكركوبة الجلد جلد واحد لا جنحين
لرجلين واللحم لحمتين. صح. يعطيك الصحة. صح سي فادي. راكي فزتي بتذكرتين باش تحضري السهرة غدوة ولا أي يوم في فندق في خيمة الويلسون بفندق الهيلتون اللي راح تكون بمساهمة مؤسسة موبيليس اللي راهي كذلك تساهم في برنامجنا. أخولة بصحتك. نعم. الله يسلمك. وشكون يجي يدي ليزانفيتاسيون تاعك؟ كيفاه ديري؟ نبعد حالي باش عندي اخواني وفيا زاير. باتي اما حبيت كنتي تحضري. ان شاء الله يا ربي. هو طيلة شهر رمضان فقط مع تفضلي زكريا بن محمد. نحييو صافطورك. نحييو زكريا وحاضر معنا. ما عجبني الدور تاعك عجبني الدور تاعك وانا مانيش كيفهم جو سوي كونت. الانسان تاع الشخصية تاعو اللي فيه الادوار تاعك يعجبوني مايغري تو يعني مافيا ولا ميرسي عايشة. يعجبوني الادوار هذوك اللي شغل جيت فيهم. ميرسي عايشة. كي نسمع هادشي دونك سا مدون اونفي اني نخدم توجور في الامان. الله يعطيكم ربي يكملكم في الطريق هذه. شكرا. ونعاونكم ونشكر المخرج ونشكر ضيوفنا مهما. ونشكر عبدو راهو حاضر معنا. فرصه باش نحضروا معاكم. نعم. وانا من المتابعين تاعها ومتابعها دائما. خوله. نعم. خولة حبيبتي ما تقطعيش بقاي معنا حتى ياخذوا المعلومات باش يجوا يستلموا الاهل نتاعك تذكرتين وبصحتك يا سيدي. نعم الله يسلمك. شكرا بقاي معاهم في الخط الداخلي. شكرا. عبدو نولي ليك الان. رانا نشوفوا فرق كثيره ما شاء الله عليهم راهم في الساحه الفنيه الجزائريه كو دي جون يعني احيانا نسيبهم جامعيين تلقاهم دي زيتوديون ولكن برزوا استاذ بشير سلامي يعني دي جون تالامي ما شاء الله حتى لما تحضرهم هكذا في بلاتوهات مثقفين ما شاء الله. ذاك لاحظت باللي بوكو دارتيست سون يونيفرسيم جامعيين وهذي شي فرح ولا دارسين الموسيقى ولا دارسين حتى يعرفوا يعزفوا يعني تحية من خلالك نحييهم كلهم. هذا يخليكم تزيدوا تكون لا كونكورونس قوية. مش عارف اسكو نقدروا نهضروا على كونكورونس. اكيد جو سي با سي اون باسكو علاش سي فري كو كثروا الفرق كاينين مي سي با سي كي البلاد كيما الجزائر يعني نشوفوا شكون الفرق اللي راهم يدوروا دركا peut-être que كاين allez c'est une dizaine normalement on parle لكن de... برزت ايه نو برزت جات بلا كاليتي يعني الحمد لله الحمد لله مي انا ما نحبش نهضر على كونكورونس باسكو واحده من الفرق ما نشوفها كيما كونكورونت اون كونترير لازم نترافدوا بيناتنا لازم 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 نشوفوا صديق اون كري دي سينرجي بيناتنا باسكو علاش باسكو كيما قلتي هاد لي 3 4 dernières années بانوا فرق وبانوا qui font de la bonne musique, qui remplissent des salles, qui ont de l'audience sur internet et tout ça. لازم نستحفظوا بهاد الفرق وحنا ديجا بيناتنا من الفرق والموسيقيين لازم نكونوا فريمون فريمون لي تفيلي باسكو عندنا اون اي اون سين ا كري باسكو غابت بزاف لا سين لا موسيك اكطويل الموسيقى الحاليه في الجزائر كما كنقارنوا مع بلدان اخرين وكما قلت لك كاين فرق بصح ما كانش لازم لنا بوكو بلوس باسكو رانا بلاد كبير اكبر بلد في افريقيا فوالا 40 مليون افيك 48 ولايه نورمالمون كاين ما شاء الله على بلادنا وخموس وخموسه وكبيره كلشي يقولوا عمي يسلك نسلك نعمي محفوظ ما نقولوش خموس ما نقولوا 10 ما شاء الله على الجزائر 5 على 5. انا يسمح لي يقول لي لا جابيل با سا دو لا كونكورونس مي سي سي اون بو ابلي سا لا كونكورونس خلي كل فرقه يعني تحاول باش تطلع على فوالا سادير مي سيت كونكورونس اي امبورطون. نروحوا لقسنطينه سامحوني زملائي من المحطه الجويه لقسنطينه ينتظروا فينا نقول لهم صحه فطوركم رمضان كريم. سلام صحه فطورك حبيبتي لاباس مبروك صحه
بالصحة فوق خمار يعيشك انت زادة لاباس الحمد لله كل عام انتم بخير كل عام احبابنا منورين ان شاء الله ومهنيين كل عام انتم بالف الف خير ومن مؤمن معنا في هذا السهرات الرمضانيه اجواءها رائعه رحبوا بكم ورحبوا بكل الاحباء كما رحبوا بالضيف تاعنا الكريم اللي نورنا في هذا السهره فرحوا بزاف كي نستقبلوا الفنان الممثل والمنتج احمد رياض احمد رياض مساء الخير مرحبا بك وصحة فطورك وكل عام انت بخير مساء الخير عليكم وشكرا على هذه الضيافه وشكرا لكم ونقول لكم رمضان كريم لكم ولكل الشعب الجزائري داخل او خارج الوطن رمضانك اكرم وحنا فرحانين اللي نستقبلوك في هذه السهره الرمضانيه لما رمضان اللي تجمع كل الاحباب كل الجزائريين وهما فرحانين باستقبال هذا الشهر العظيم باستقبال هذا الضيف العزيز وانت ضيفنا هذا الليله اللي رايح تشرفنا وتنورنا وتقول لنا يعني كممثل كفنان كمنتج وش عملت في المسيره تاعك وش قدمت وكيفاه يعني وصلت للمشاهد يعني اولا قبل كل شيء ما قدمنا الا القليل ويعني وحنا ما رانا الا حاجه صغيره جدا في هذا امام العمالقه او امام الفن الكبير دونك هذا متواضع الفنان والفنان اللي يقول هذا يعني يعني الأشياء هذه في العادة يوصل بسرعة ويروح مباشرة إلى قلب الجمهور يحقق إبداعات وإنتاجات يعني في المستوى إن شاء الله هذا هو الشيء اللي أنا هذا هو المنطلق تاعك هذا هو المبدأ إن شاء الله يعني كان فيها عدة أعمال من بينها يعني من أكبر الأعمال اللي كان عندي هو فيلم ساعي البريد اللي فيه فيلم ثوري إنتاج التلفزة الجزائرية تلفزيون الجزائري صح. يعني أنا نخدم فيه كمنتج منفذ أصلا منتج في الجزائر ما كانش كان إلا المنتجين المنفذين هذه حقيقة إذن التلفزة الجزائرية اللي راهي في إطار الخمسينيات كان من أضخم الأعمال هو فيلم ساعي البريد مع عمالقة الفن هذا أول عمل لك؟ لا ليس هذا أول عمل كان فيه أعمال أخرى من قبل كان فيه فيلم أكشن عدن فيلم المانع ولكن من أكبر الأعمال اللي هي ثورية مع أكبر الممثلين من بينهم مثلا ساعي البريد هو أكبر من أكبر الأعمال مع سيد أحمد داقومي أرسلان من الشطر الإخراج كان للمخرج مهدي عبد الحق والسيناريو لعزيز عجابي ومهدي عبد الحق ولا هذا من أكبر الأعمال هو فيلم ثوري عالج قضية الثورة التحريرية تاعنا 54 حتى 62 حتى الاستقلال وبعدها كان عدة أفلام فيلم الكشاف ورجعنا به أوماج للكشافة الإسلامية كان بطولة أرسلان ومصطفى العريبي يعني كان فيه ديما نخبة كبيرة من الفنانين والإخراج دوما كان للمخرج مهدي عبد الحق السيناريو لعزيز عجبي ومهدي عبد الحق يعني هي هو 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 فيه جملاج يعني كاين تنسيق بين هذا المخرج السيناريست والمنتج يعني كاين تناسق في العمل تناسق ولا وتداول كان في انسجام اكزاكتومون جيد هذه تجربة يعني بين تجارب اللي تعتز بها أكثر سي نورمال لان اولا هي افلام ثوريه اكيد وحنا نعتزوا بالثوره تاعنا المجيده الافلام التاريخيه تاعنا فوالا ونوصلوا بها رساله كبيره صح لان الرساله الاجيال الجايه يعني هناك ناس اللي ضحاوا هناك والحاجه اللي مليحه في هذا الافلام انه ما درناش شخصيات يعني ان مع كل احترام لكل الشخصيات الثوريه ان الثوره هذه للشعب دونك ساعي البريد اللي سيتي ان سامبل فاكتور هو اللي دخل في النضال يعني كاين فاكتور كاين بالك خباز كاين كل الشعب ساهم في هذا الثوره المجيده الثوره يعني التقطها يعني الشعب التقطها كما قال العربي بن مهدي التقطها دعها التقطها يعني الشعب نعم فوالا الوغ نوصلوا بها رساله للاجيال الاخرى بلي كاين ناس تعبوا صح كاين ناس
عيا وكاين الناس بحروا هذا الوطن. إذن الوطن هذا راهو امانه في يدينا. صح. احنا ثاني لازم نكونوا على المستوى طبعا. نعم يعني رانا نتنعموا اليوم بهذا الحريه ومتنعم هذا، رانا نتنعموا كذلك بشهر الخيرات شهر رمضان الكريم. وتعرف باللي الاجواء البارح في قسنطينه ليله البارح كانت بارده بزاف وكانت الامطار صبت لنا بزاف، وهذا ما منعش به ناس قسنطينه يخرجوا بصح يخرجوا مباشره الى المسرح الجهوي ويحضروا هذا المسرحيه، عرض مسرحي بعنوان صالح باي. نتبعوا مع بعضنا ونشوفوا اجواء هذا الروبورتاج لينقلها لنا زميلنا كريم لونيس. كان سابقا قائد الجيوش الجزائرية. انظر انظر كيف تحتشد الجماهير في شوارع العاصمة ويزدحمون صفوفا صفوفا. لا غاية له الا رؤية هذا الباي العظيم. صوت واحد فقط؟ نعم. صوت من؟ صوت ابنتكم خداوش. خداوش؟ ابنتي؟ أين هي الآن؟ طال اشتياقي لرؤيتها وتمنيت ضمها بين الأحضان. منذ جلوسكم على كرسي الملك انشغلتم كثيرا بأمور العرش. كانت المسرحية في المستوى، كانت في المستوى على العموم. التقديم كان فيه دقة، الحبكة الفنية كانت رايعة بدليل النهاية نتاعها كانت يعني تمثل المكيدة اللي تعرض لها صالح باي، صالح باي قسنطينة. مبادرة مليحة الله يدومها إن شاء الله. المسرحية عجبتك؟ بالبيان فور خلاص. هذه سي اون اوتر فيرسيون وكاينه لا فيرسيون كونستانتينواز، مي معليهش ما كانش اختلاف بزاف، يا با فريمون اون ديفيرجونس دو ليستواغ. واش حنقول لك، سا سي اون تري بون انيسياتيف باش الشعب يعرف واش هو التاريخ تاعو. مولاي المعظم، حضرة الأمير المكرم، في عصركم نالت قسنطينة المرام وأدركت العظمة في شخص الأمير. يا عظيم الجاه ويا نسل الكرام. أعجبني فيها كي عاد يمثلين أولادنا الصغار، ربي يجيهم وربي كما قالها يتبعوا المسيرة هذه. جمعية شهاب الفنون الدرامية كانت لها يعني هذا المشروع داخل في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية بعرض مسرحية صالح باي للمؤرخ المرحوم حسين دردور، ومؤرخ وكاتب مسرحي. المسرحية كتبت في الخمسينات أنجزت الحمد لله بفضل يعني أعضاء الجمعية اللي كانوا فيها ممثلين وفنانين مبتدئين يشرف عليهم فنان قدير اللي هو العيد قابوش. هو اللي يهمني بالكثرة هو تأطير الشباب هذا، لأنه في البداية بور موا سيتي أن شونتيي، كانت بمثابة ورشة تكوينية، أو أغلبيتهم جامعيين ولأول مرة يعملوا مسرح واحد. دونك لازم يعرفوا قوانين المسرح، قوانين الأداء، قوانين كل قوانين المسرح في مدة يعني قصيرة جدا، يعني تاع شهرين ونص. والحمد لله أنا سعيد، أنا متفائل. للنار وبئس القرار، للنار وبئس القرار. ماذا إبراهيم؟ ماذا إبراهيم؟ فيروز فيروز نقول لك مقتطفات من مسرحيات صالح. شكرا شكرا يا فيروز. الوقت او المسرح الجهوي نعمنا ما به الوقت. نقول لك يعطيك الصحة على هذا البث المباشر من المحطة الجهوية لمدينة قسنطينة. هكذا بسرعة
الوقت يمر بسرعة، هذه هي اللمة، اللمة الحلوة تفوت دائما بسرعة. غدا إن شاء الله راح يكون موعد مع المحطة الجهوية لمدينة وهران إن شاء الله، وراح يكون كذلك نقل مباشر لخيمة ويلسون بفندق الهيلتون، وراح نشوف سهرة فرقة جماوي أفريكان اللي راح يكونوا غدوة إن شاء الله على ساعة 9 ونص إلى غاية تقدري تقولي ساعتين ساعتين وإذا يقولون يفتحوا البيبان على 9:30 تبدأ الحفلة على 10 من 10 إلى 12 هكذاك. هي سهرة عائلية، سهرة شبابية، سهرة ممتعة غدا إن شاء الله. إذا أستاذ بشير سلاني يعطيك صحة على الحضور. الله يسلمك يبارك فيك. مزيد من التألق إن شاء الله يا ربي في سلسلة رمية أخرى إن شاء الله. نحيي الشعب الجزائري ونقول له رمضان كريم إن شاء الله. يعطيك الصحة بالزكريا محمد، يعطيك الصحة، سلامي لكل أهلك بعنابة، رمضان كريم. يعيشك ونقول يعطيكم الصحة كلكم تتبعوا فينا، صحة رمضانكم، صحة رمضان كاع الأمة العربية والإسلامية. ونشكر بزاف التلفزيون الجزائري باسكو راهو يدير في حاجة شابة بزاف، هو أنه راهو يجيب في لي زونسيان كوميديان ولي نوفو كوميديان كيما أنا وروح باسكو نسمي روحي لا غولاف فوالا نسمي روحي جديد مانيش قديم. يعطيك الصحة. وكم سا هادوما الجدد يتعلموا من القدم والقدم ينعطوا الجدد وفوالا. ويمدوا حاجة مليحة للجمهور لو تروح أجيال وتجي أجيال، المهم هو الفن يبقى فن إن شاء الله. يعطيك الصحة ويبقى راقي دائما. إذا عمي محفوظ باش نختموا هذه اللمة الحلوة. نختموها بنصيحة. بالله استمعوني مليح وخذوا مني نصيحة. الريك في الفم لابد يشيح وما تدوم غير المليحة. كل شجرة يهزها الريح وتبقى عروقها صحيحة. ضحي وكونك سميح حتى انتي كوني سميحة. ربي لينا راه صحيح بالحقد ذمة قبيحة. ليك يا منى حتى انتي سميحة. ربي يحفظك يعطيك صحة. إذا غدوة إن شاء الله في نفس الموعد في نفس القناة في نفس البرنامج نلقاكم إن شاء الله. سلام و حاضركم صحفيانكم. سلام. في وسط الغيام البحور بهوتها يدوق يطير بي الحنين ليام الصغر يحطني لدوق ايام السنين شحال كان زهين خطوات الصغر نقفز على حبايب نتبارز والشمس فينا ترسى على خدود المحمرين وصوتنا عليا ترتفع في السما زرق المشاشع موبيليس يزين قعدتكم مع الأحباب. لمة رمضان غير مع موبيليس. موبيليس أينما كنتم.